الستيك بتاعكم طالع مظبوط جدا. اول حاجة بعملها في الستيك بتبل الستيك. هتبل الستيك بتاعي بايه؟ هحط عليه شوية زيت زيتون كده، وهديله ورشستر صوص اللي هو بيدي طعم المدخن. مش هحط كل الكمية، هحط جزء من الكمية عشان باقي الكمية هاخدهم على النار. وعندي بابريكا، وبنتبل كده يعني مع بعض. دي اللي هي البابريكا اللي هي الفلفل الأحمر المطحون. جوز الطيب بيكون حلو قوي في أي صوص أبيض، وبيكون حلو مع كل اللحوم. دايما في أي مشويات بعملها بقول إن جوز الطيب من الحاجات الحلوة جدا. عندي زعتر، عندي ثوم بودرة، وعندي بصل بودرة. انا هشوي دلوقتي، انا هصدم الستيك ده دلوقتي. فدلوقتي هحط ملح. انتوا لو انتوا هتحطوا التتبيله دي شويه في البيت هتسقعوها شويه، هتعملوا ايه؟ هتحطوا ملح قبل ما تصدموه على طول، علشان لو حطيتوه قبليها بكتير كده سبتوه في التتبيله شويه اللحمه هتشد وطعمها مش هيبقى مظبوط خالص معاكم. فالملح بنحطه في اللحوم بالذات قبل لما نصدم على طول، مش من بدري. فلفل اسود، وابتدي اقلب الستيك ده في البهارات بتاعته على الناحيتين كده. حلو قوي كده، اقلبها. طبعا انا مريحتوش، هو المفروض ان هو بيجي الاسترتش بتاعه بيبقى لفه كده هنا، بيبقى ماسك نفسه كده اكتر. احنا مريحناهوش عشان بس جبناه قبل التصوير على طول. فانتوا انا بنصحكم انه تسيبوه في الاسترتش وتقولوا للجزار يلفوا لكم بالاسترتش، او انتوا تلفوه بالاسترتش عشان يطلع ماسك نفسه كده. المفروض ان هو بيطلع مكور كده، ما بيبقاش مفرود قوي كده، بس احنا عشان ما ريحناهوش انا بقول لكم المنظر المفروض يكون سليم فيه 100% اكتر من ان هو يبقى مفكوك سنه كده. عندي اهو، تبله على الناحيتين. ده زيت زيتون ورشستر صوص اللي هو بيدي ايه؟ بيدي طعم مدخن. احلى حته في اللحمه بيستخدموها في كل الحاجات اللي هي ورقه اللحمه، او كمان دلوقتي بيعملوها في ناس بتعملها في المطاعم الشرقيه مع شويه ثوم. يعني احلى حته اللي هي الفليتو دي، من احلى حته اللحمه، حته المميزه جدا اللي بتشم النار فعلا ومتاخدش وقت خالص في السوا. المفروض ان انا اسيب التتبيله دي نص ساعه ساعه من غير ملح، تبقى فيها كل حاجه ما عدا الملح. اطلعها اريحها شويه عشان ما ينفعش اطلع حاجه من الثلاجه على صدمه، لازم بتاخد درجه حراره الغرفه مش من التجميد على الحاجه السخنه، بتبقى اللحمه لسه اتعاملوا مع اللحمه كانها بني ادم، يعني ادوها وقتها. ما ينفعش تطلعوا حاجه من حاجه ساقعه قوي على حاجه سخنه جدا، في حاجه هتحصل غلط في التسويه. فالمفروض ان احنا نسيبها شويه تهدى. اقفلوا المايك بس عشان اسمع نفسي كويس. المفروض نسيبها شويه تهدى وبعدين نصدمها على طول. تقفلوا لي المايك يا جماعه، اقفلوا لي المايك شويه. اوكي كده حلو قوي، اقفل المايك يا معتصم. هاخد بقى اللحمه دي، وعندي طاسه سخنه جدا مش هحط فيها اي دهون، هصدمها فيها كده لوحدها على طول. كده عندي ده تمام، سيبه بقى يتصدم وينزل ميته لوحده من غير اي دهون كده، واشيل كل التتبيله بتاعتي اللي انا مش محتاجاها. هسيب زيت الزيتون والليمون والورشستر صوص والثوم. بالنسبه بقى عندي دلوقتي خضار السوتيه، هحط شويه زيت زيتون صغيرين.